نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل معنى قوله تعالى لمن خلفك آية عام في كل من جاء من الأمم، أم هو خاص بقومه؟ لأن بعض الناس يستدل بذلك على بقاء جثة فرعون إلى يومنا هذا. لا دليل على لمن خلفك، يعني من القوم، لئلا يقولوا أنه ما غرق مع قومه. الله أظهر جثته لأجل أن يروها ويعلموا أنه قد غرق وانقطع. نعم.